انا اكيد انت اتجوزت بعد ما خدت بطولات ولا قبل؟ لا قبل الحمد لله. قبل آه. يعني الحادث حصل ليك وانت متزوج ولا انت كنت خاطب؟ حادث ايه؟ لا اللي هو البتر بتاعك. لا ده حصل لي وانا عندي 9 سنين. البتر وانت طفل. اوكي. تمام الحمد لله. نظره الناس والجيران ليك وانت قبل ما تحصل على البطولات وبعد ما حصلت على البطولات؟ ده عادي ما فرقتش حاجه. هي لا يا راجل. بجد؟ عيني في عينك؟ يمكن رد تاني. لا انا ليا رد تاني. انا مع الوقت اثبت نفسي في وسط اصحابي في وسط الناس. لا اثبت نفسي بعد ما لقوا ايه بتتكرم من سياده الرئيس. بعد ما انا اتعرفت بالذات ان انا عملت انجاز ما حصلش في مصر ولا في افريقيا ولا الوطن العربي. فلا انا بالنسبه لي اصحابي ابتدوا يحترموني اكتر او بمعنى اصح ابتدوا يعرفوني اكتر لان انا من النوع اللي مش مختلطه قوي يعني. فلا هم بيحترموني جدا وفي ناس منهم دلوقتي بتتفرج عليا. لا يعني انا بالنسبه لي مبسوطه جدا باللي انا عملته لان انا اثبتت نفسي في وسط المجتمع. نفس الشعور ولا انت شايف انه يعني قبل وبعد عادي؟ لا انا الرياضه بالنسبه لي كون صريح مع حضرتك، الرياضه بالنسبه لي اكل عيش. فانا لازم اجتهد.